السلام عليكم. إسرائيل تكشف عن محاولات إيرانية لاستهداف قطع بحرية في بحر العرب. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن رئيس هيئة العمليات بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران حاولت استهداف قطع بحرية في بحر العرب باستخدام طائرات مسيرة الشهر الماضي. وقال باسيوك في تصريحات نشرها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفريخاي أدراعي عبر حسابه على موقع تويتر إن إيران نفذت الشهر الماضي محاولات فاشلة لاستهداف قطع بحرية في بحر العرب باستخدام الطائرات المسيرة. وأضاف باسيوك أن إيران تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مضيفا قد نقترب مما يسمى بالموني تايم في مواجهة إيران وفي التعامل مع ذلك كل شيء مطروح على الطاولة، وأكد أننا نواصل تسريع استعداداتنا إذا لزم الأمر، حيث تكون كافة الخطط ذات الصلة مطروحة، وإذا اضطررنا سنقوم بتفعيلها. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.